استشاري النساء والتوليد والخصوبة والعقد وإراحة المناظر واستشاري للاضطرابات الجنسية، وإن شاء الله أكون معكم في سلسلة من الحلقات أركز على المشاكل الجنسية النفسية أكثر حاجة. وبما إني أنا استشاري اضطرابات جنسية واستشاري نساء وتوليد، فحأركز على المشاكل أكثر حاجة الصمورة من ناحية الجنسية العضوية والمشاكل النفسية. فانتظرونا في حلقات متسلسلة وحأتكلم عن المشاكل الجنسية، لأنه المشاكل بتاعت النساء والولادة والأمراض كلها بخصوص المرأة في كثيرين من زملائي تحدثوا على الموضوع، لكن في جوانب أخرى اللي هي المشاكل الجنسية والاضطرابات الجنسية الحديث عنها قليل، لذلك هنركز على النقطة دي. في مشاكل كثيرة جدا ومخفية أو الناس ما تطلع الله بصورة يعني عامة، بنشعر نحن كشعب سوداني بخجل في طرح المواضيع دي رغم إنه هي موجودة بكثرة. وأتمنى إنه أتوفق في إيصال معلومات مهمة جدا للمجتمع بصورة عامة.